أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من حصاد الثقافة، هذا البرنامج الشهري الذي يسلط الضوء على الأنشطة الثقافية الفكرية والفنية والتي نحاول جاهدين من خلال استعراضها أن نؤكد على الهوية الحضارية لمدينة الحرف الأول والنوتة الموسيقية الأولى. من أوغاريت لكم التحية، ماذا لكم في جعبتنا؟ تابعونا بعد الفاصل. يرتبط الربيع بالعطاء ونشعر مع قدومه بتجدد الأمل في النفوس والمحبة في القلوب. تعالوا نبدأ هذا البرنامج بباقة من الزهور التي نحاول من خلالها أن تكون متنوعة ما بين الفكرية والفنية، ونبدأ بمسرح الأطفال ونقف عنده في محطتين. المحطة الأولى التي نقف عندها هي الحكاية الأولى من سلسلة مسرحيات هادفة للمخرج المسرحي وسام أبو حسين التي حملت عنوان حكايات جدي، وهذه السلسلة الأولى تتحدث عن الصدق. استطاع كادر العمل القدير الذي قدم هذه المسرحية والذي تضمن مجموعة من الفنانين هم عبد الله الشيخ خميس وسام مهنا محمد أبو طه وقتيبة غانم وآخرون أن يقدموا المتعة والفائدة للأطفال وأن يخاطبوا عقولهم في هذه المسرحية التي سوف تبقى منقوشة في الذاكرة لتغرس القيم التي تتوارثها الأجيال والتي تكبر في زمن السرعة والإبهار البصري، ولكن أعتقد أنها سوف تحتفظ بذاكرتها بمكانة خاصة عن الجد وحكايته. تعالوا مشاهدينا نتابع الحصاد الأول بهذه المسرحية للأطفال من خلال المقتطفات القادمة. كان لمكان في قديم الزمان ومسالف العصر والأوان لحتى كان في غابة كبيرة كتير كتير وفيها مجموعة حيوانات عايشين مع بعضهم بحب ووئام. المحطة الثانية ننتقل من خلالها إلى مدرسة العجائب، العرض المسرحي الذي قدمته أسرة مسرح الطفل في اللاذقية على خشبة مسرح دار الثقافة، والذي أكد على دور المسرح الإيجابي في التربية وغرس القيم في النفوس. تعالج هذه المسرحية نماذج من 4 تلاميذ. لو حاولنا أن نقف عند هذه النماذج نجد التلميذ الكسلان المشاغب النعسان والشاطر، ونقف عند أسباب التخلف والتحصيل الدراسي وعلاقة المنزل والأسرة بالتحصيل والاجتهاد، ولكن ضمن قالب كوميدي وهادف. تعالوا نبقى مع مدرسة العجائب وهذه المقتطفات بالدقائق القليلة القادمة. بس اليوم يا أستاذ ما في برنامجنا حساب، بس اليوم يا أستاذ ما في برنامجنا حساب، بلا مزح يا شباب الأحسن إنه نضل أصحاب،
بلا مزح يا شباب الأحسن إنه نضل أصحاب. خلونا نبلش الدرس ويلا افتحوا لي الكتاب. خلونا نبلش الدرس ويلا افتحوا لي الكتاب. يلا افتحوا لي الكتاب. جدي يا أستاذ صدقني وماني كذاب. اليوم السبت وبكرة الجمعة وما في بهاليومين حساب. اليوم السبت وبكرة الجمعة وما في بهاليومين حساب. بس فهمنا خلص هوس عود سكوت طاع الهمس. بس فهمنا خلص هوس عود سكوت طاع الهمس. ورح نشدو يا أستاذ صدق ومانو كذاب. يوم السبت وبكرة الجمعة وما في بهاليومين حساب. يوم السبت وبكرة الجمعة وما في بهاليومين حساب. طيب طيب خلص فهمنا. وقف انت شرف قوم. شو في عنا ببرنامجنا؟ اتفضل اللي يا منظوم. يمكن في عنا رياضة. ايه رياضة. بس اسكتوا بلا حكي الرياضة قال. طيب شو رأيك استاذ في عنا رسم واشغال؟ لا يا سيدي مو صحيح. الدرس الماضي يا فصيح كان عنا فنون وهلأ عنا فنون. ولك شو انت مجنون؟ بتعرف يا استاذ شو في عنا بهالحصة. هي بتعرف يا استاذ شو في عنا بهالحصة. يلا يا بنتي رباب دخلك اعطيني الجواب. عنا تاريخ وحساب ولا املاء وقصة. فرنسي؟ لا ما عنا فرنسي. طيب راسم هندسي؟ ولا راسم هندسي. معناته عنا اعراب. صح الحكي يا رباب. قولي لي الحقيقه شو عنا بهالحصه؟ في عنا موسيقى. وشو رايك بهالرقصه؟
حصاد الثقافة في هذه الحلقة يركز على الأطفال ونشاطاتهم، ونبقى مع الأطفال، ولكن هذه المرة نشاط مختلف ومميز ساهم الأطفال فيه بفاعلية، وهو مهرجان أرسم حلمي الذي يقام للمرة الثانية. هذا المهرجان الفني التشكيلي الثاني الذي استضافته دار الأسد للثقافة والفنون، والذي كان على مدى أيام 5، تضمن الكثير من الأنشطة التفاعلية، ورشات العمل، المحاضرات التثقيفية التي تستهدف الأطفال وكافة أفراد الأسرة. هذا المهرجان الذي أقامته جمعية أرسم حلمي للسنة الثانية على التوالي يجمع أحلام أطفال يكبرون مسلحين بالثقة والألوان والمواهب التي تنمو في كل عام لتنعكس بشكل إيجابي على كافة جوانب حياتهم. وشارك فيه أيضا جمهور ليبث الأمل بمستقبل واعد يسير فيه الأطفال بثقة إلى أحلامهم، وأمل أن يكونوا هم القدوة في هذا المسير. الدقائق القليلة القادمة نقف من خلالها عند هذا المهرجان أرسم حلمي في دورته الثانية، نتابع معا. ومن الأطفال ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى تظاهرة كانت أشبه بعيد للفن التشكيلي، حيث أنها جمعت طلاب مركز الفنون التشكيلية في اللاذقية مع طلاب كلية الفنون الجميلة في جامعة تشرين، وتحت إشراف أساتذة في النحت والتصوير الضوئي أقيمت ورشة عمل استمرت لمدة أيام 3. خلال هذه الورشة تم تعليم تقنيات حديثة وسريعة تتناسب مع مهارات الطلاب وخبراتهم المتفاوتة، أملا بالارتقاء بتنمية الذائقة الفنية التشكيلية وتطوير تقنيات الأداء. تعالوا نقف عند هذه التظاهرة التي كانت أشبه بالعيد، تعالوا نقف عند هذه المهارات التي حصل عليها الطلاب من خلال الدقائق القليلة القادمة.
الفقرة القادمة مشاهدينا ننتقل من خلالها من الفن التشكيلي إلى لغة العالم الموسيقى، ولكن إلى حفل موسيقي أقامته دار رعاية المكفوفين في اللاذقية والذي كان يحمل اسم حلم. الحلم هو عنوان الحفل السنوي الأول لجمعية رعاية المكفوفين، وكان خطوة جريئة تجسد قوة الإرادة التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا في الحياة. ساهمت عدة جهات بتنظيم هذا الحفل الذي تضمن فقرات فنية قدمها أعضاء الجمعية وبعض الأصدقاء. نقف عند حلم في الدقائق القليلة القادمة. يا صاحسة المحرم أتعشق أحلى الأقمار، أتعشق ساكنة الأحلام ومنبع كل الأفكار. إن قيل أحبك أخشى أن أتلظى في حر النار، ولذا فسأحمل قافيتي وأبوح بكل الأسرار. هل أحلى من عشق يغدو في الليل حديث السمار؟ وإذا ما الصبح أطل بدا لحما لنشيد الأطيار. إن قيل عشقتك لا عيبا فالحب قرار الأحرار. يا موسف هيهات فوق الوصف انت شمس الدفا والنور دين هنا وسرور في الحنان الحب من النغم. مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى المسرح الذي هو أبو الفنون، ولكن هذه المرة إلى مهرجان مسرح الأستوديو الجامعي الأول الذي شغل جامعة تشرين على مدى أيام ستة، حيث كانت الأعمال المسرحية من تأليف وتقديم الطلاب الذين شاركوا أيضا في تجهيز الديكور وهندسة الصوت والإضاءة. هي مواهب شابة أبدعت على الخشبة، خشبة المسرح وخلف الستار أيضا، وكانت تعمل في الكواليس. تعالوا مشاهدينا نتابع مقتطفات من هذا المهرجان مسرح الأستوديو الجامعي الأول في الدقائق القليلة القادمة. Thank you.
التلفزيونات. 360 مقابلة ما حدا منكم شافها غير اسمي اللي عبى الجرايد والقصص والروايات اللي حكت عني بالشوارع. انا مشهور مشهور. ليش اجيتي لهون؟ وقت اللي كان بدي اياكي تجي ما اجيتي. كيف لك عين تحطي عينك بعيني بعد كل شي زاويتي؟ لحضرتك عيرتيني وقلتي لي ما فيني استاجر بيت بوطي وهو عم يبعت لك الماس وانت عم ترضي. لك انت على مين عم تضحكي؟ شو بدك مني؟ يا شوفي وليه؟ قد ما تعلمتي وجبتي لنا شهادات اخذتك على جوزك. لك قالوا ليه؟ مسك الختام مشاهدينا في حصاد الثقافة لهذا اليوم فسوف نتركه للرقص، حيث أننا سوف نتابع فقرات من احتفالية نرقص لنحيا التي شارك فيها راقصون وراقصات أطفال ويافعون وشباب من مدرسة نرقص لنحيا، والتي تقوم بتعليم رقص الصالونات أضاء مسرح دار الأسد للثقافة بومضات فنية متميزة قدموا من خلالها كل جديد في عالم الرقص ضمن حافل ثاني حمل عنوان سوريا لك السلام. فكان هذا البرنامج متنوع وشامل لبى تطلعات الجمهور الذي ملأ المدرجات وانسجم على مدى ساعتين مع الزمن مع حركات أجساد الراقصين الذين حلقوا معا في فضاء متميز مليء بالإحساس والشغف. تعالوا نختم حصاد الثقافة بهذه الدقائق القليلة التي نقف من خلالها عند نرقص لنحيا. تابعوا معنا. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, ici, 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 oui. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit 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 bikini, oui, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première. Savez-vous ce qui arrive? Madame Aura! Yeah.
بالمسرح والأطفال ابتدأنا مشاهدينا، وبالرقص اختتمنا حصاد الثقافة لهذه المرة، كلها أنواع للفنون الفكرية التي نستطيع من خلالها أن نجتمع معا. أملنا أن نجتمع وإياكم في حلقتنا القادمة من حصاد الثقافة، وأنتم بكل خير وصحة وعافية. إلى اللقاء.